الأستاذة خالدة بتقول إزاي إحنا نتعامل مع الجيل الجديد، الشخصيات مختلفة، عندها بنتين، كل بنت كانت ليها شخصية اللي بتقوله للبنت الصغيرة مش بتقبل بسهولة زي ما كانت بنتها اللي أكبر بتقبله، والبنت اللي هي بتتكلم عنها عندها 25 سنة. طول ما أنا في الدنيا، لأن أنا في دار امتحان واختبار، أنا ما بفهم طبيعة الحياة اللي أنا فيها وطبيعة المرحلة، اللي احنا في مرحلة هي مش حياة دائمة، دي مرحلة مؤقتة، بفهم طبيعة الوضع والحال ان انا فيه، ان انا في امتحان وابتلاء واختبار، يعني انا في دائرة الامتحانات دائما ابدا الى ان القى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالسلامة وحسن الخاتم. يبقى انا في امتحان، يبقى انا لابد ان اتسلح بالصبر واتسلح بالدعاء. أنا بجتهد في الأخذ بالأسباب، أنا بنصح، أنا بربي، أنا بوجه، مش على طول هيسمعوا الشباب، مش على طول هيبقى أنا كلامي، هو عنده برضو مؤثرات أو عندها مؤثرات في البيئة بتاعت الأصحاب وبيئة العمل، بتشوف دي معرفش عاملة إزاي وده عامل إزاي، وهي عايزة تحاكي وتقلد ده وتاخد التجربة، مش مقتنعة أن أنت بتقول لها ده صح وده غلط. فلازم يبقى في صبر، ولازم يبقى في دعاء، ولازم يبقى في السن ده صحبة، مش أوامر، صحبة. الأمر هنا في القرآن يعني التوجيه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني وجه وتابع. والمراحل بتختلف، لما بيكون صغير الإنسان في صغره غير لما يبتدي يدخل في المراهقة، دي محتاجة سياسة تانية ومعاملة تانية وقراءة واستشارة من المتخصصين ومحاولة إن أنا أفهم البيئة اللي بقوا فيها، وبخاصة في هذا الزمان اللي فيه طفرات علمية وتكنولوجية شديدة جدا. ساعات احنا الأهالي ما حتى ما بنبقاش قادرين يعني نسبق، وهم سبقوا العالم كله قدامهم في أجهزة بين إيديهم بيشوفوا كل حاجة. أكيد العقول غير الجيل بتاع التسعينات والجيل بتاع الثمانينات والجيل اللي قبله والجيل وهكذا. فبالتالي أنا محتاجة أبقى عندي شيء من قراءة الوسط اللي هم فيه، عشان وانا بتكلم ابقى برضه فاهمه. انما احنا عايزين ندي اوامر صح وغلط صح وغلط وخلاص، وهم بقى ايه، هم لازم يسمعوا. مش ده الجيل اللي هياخد حاضر امين، ده الجيل اللي عايز ان انا اتكلم معاه واسمعه اكتر من اني اديله اوامر. وافهم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، اني بوجه وبتابع بكل الوسائل الممكنه اللي تخليني اوصل الى قدر كبير من النتيجه اللي انا عايزاها. ولا مانع اني اراجع طريقتي، ما ممكن تكون طريقتي غلط واسلوبي مش منضبط، فلازم اسمعهم كويس واناقش مش كل الافكار في قاعده واحده. المره دي هاخد نقطه او فكره او مساله، المره التانيه اناقش مساله تانيه، واسمع الغلط بهدوء. هي بتقول شيء انا شايفاه انه غلط، بتقول حاجه وانا بقول لها حاجه تانيه، هي مش عايز تسمع، ما اسمعهوش بغضب. انما اغلبنا بيزعل ويغضب ويسور، فعلى طول انا ببقى قطعت حبل الاتصال مع بنتي او مع ابني اللي انا بتكلم معاه. وشفنا من كام حلقه فاتت ان النبي عليه الصلاه والسلام الشاب اللي راح يستاذنه في الزنا، يعني ده ما فيش بعد كده، بيقول له اذن لي في الزنا، هو في حاجه كده؟ والقوم قاموا بقى، الصحابه قاموا بقى، انت ازاي تقول كده للنبي عليه الصلاه والسلام؟ وبدا النبي ياخده بالراحه بشويش، انت ترضاه لبنتك، ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لخالتك، ترضاه لعمتك. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه نفسه طويل صلى الله عليه وسلم في إنه يعمق الفكرة الصحيحة في نفسه وفي عقله وفي وجدانه. ولازم يبقى عنده صبر، أصل أنا يعني كلمة صعبة إنه يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويستأذنه في الزنا. والنبي شوف قد إيه طويل النفس، النبي عليه الصلاة والسلام هادئ الطباع، ما كان الرفق في شيء إلا زنا وما نزع منه إلا شان. وبدأ يصحح الفكرة بهدوء. كلنا أغلبنا كآباء وأمهات ما بنعملش كده، بنتسرع بالنقد والنقد اللاذع، وبالتالي بنقطع حبل الود والوصال. ومش لازم بعد ما انا بكلمه بالراحه ما بسمعش الكلام، انا هكلمه بالراحه او اكلم بنتي بالراحه، وممكن ما تسمعش الكلام عشرات المرات، بس أنا بقى عملت اللي علي، وبرضو بأسلوب حكيم. من أراد أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر، لازم يعود نفسه الصبر،
وبعدين ده سلاح النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن نعمة، سلاح المؤمن الصبر والدعاء. يبقى أنا بصبر نفسي وبتصبر وبسأل الله مدد ومعونة الصبر، وفي نفس الوقت بدعي اللهم أصلح لي في ذريتي، وده من أدعية القرآن المهمة. ويدعي الإنسان بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك فيهم ولا تضرهم. أدعي الأولادي بكده بالبركة، وعدم أنه ألا يورينا فيهم بأسا ولا مكروها، وأن ربنا يصلح أحوالهم، وأن ربنا يتولى إصلاحهم، وأنه يعيننا على إصلاحهم. كل ده مهم أن الإنسان يقوم به ويبقى صبور ويسأل الله المعونة، وإن شاء الله ربنا يرضيك فيها. بس اسمعيها أكتر ما تنتقديها، ووجهي، ومش على طول مش على طول. كان من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في وعظه للصحابة أنه بين الحين والحين ينصح الصحابة، مش على طول على طول. هم كانوا بيقولوا كده أنه طريقة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب نصحه كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة، عشان ما يزهقوش ما يملوش فينفروا ويطفشوا ما يسمعوش. ده نفس الطريقة لازم أن أنا أراعيها مع أولادي، وأدعي وأنا عندي يقين أن ربنا يجيب الدعاء. لازم يكون عندي هذا اليقين في أنه يحمي ويحافظ، مهما نكون بنعمل ومهما نكون بناخد من وسائل، محتاجين معونة الله سبحانه وتعالى.